استاذ فتحي، بجانب هذه العقوبات وطبعا حضرتك بتعمل على هذا الملف مع وزاره الداخليه، هل صادف ان انت في احدى هذه القضايا الخاصه سواء كان بمستريح او بمستريحه، هل الناس في قضيه من القضايا الناس ترد لها فلوسها فعليا، ولا خلاص الفلوس كده راحت في الهواء؟ هقول لحضرتك على حاجه. هو في بمجرد عمر الفلوس ما بترجع كامله، ده مبدئيا. خليني اقول لحضرتك ان المستريح بعد الحصول على او جمع عدد كبير من الاموال بيتم علشان يخلص من القضايا الكتير اللي عليه بعد ما بيقع، بيتم سداد زي السداد بالتقسيط، بيجمع مبالغ ضخمه فبيسدد اجزاء من الناس، فبالتالي اللي فقد جزء من المبالغ او فقد 100,000 جنيه لو خد منها جزء وصبر بالباقي فبيتنازل عن القضايا بعد القبض عليه. لكن مفيش حد او مفيش صدف قدامي محدش رجع له المبلغ بتاعه كاملا، يعني كامله من قضايا النصب، باستثناء اللي تم الحكم عليه احكام نهائيه ومعاه القدره ان هو يدفع او يرد الفلوس، وده حصل مع عدد قليل جدا من الناس دون باقي المجني عليهم او الضحايا في هذا الامر.